من يو تي في نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. الإيرانيون يختارون إصلاحيا خلفا لرئيسي. جراح القلب مسعود بسشكيان يسعى لخفض ضغط المنطقة ويطلب من الشعب عدم تركه في الطريق الصعب. رافعات القدرة لا تحتمل الكهرباء في وسط. تذبذب التيار الواصل يعطل الأجهزة ويفسد الأطعمة، وشبكات الطاقة المساعدة لا تغطي كثافة السكان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، حيث فاز المرشح الإصلاحي مسعود بسشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية. المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي قال في تصريح صحفي إن بسشكيان جراح القلب الذي تعهد بتبني سياسة خارجية تخفف التوتر حصل على نحو 16 مليونا ونصف مليون صوت، متقدما على منافسه المحافظ سعيد جليلي بنحو 3 ملايين صوت ليصبح الرئيس التاسع لإيران منذ عام 79. وخاطب بسشكيان الشعب الإيراني في منشور عبر منصة إكس قائلا: أمامنا طريق صعب ولا يمكن أن يكون سلسا إلا بتعاونكم، وفيما أقسم بشرفه أنه لن يتخلى عنهم، طلب منهم أن لا يتركوه في هذا الطريق. وهنأ رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مسعود بسشكيان بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران. وفي برقية بعثها إلى بسشكيان عبر السوداني عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق بأعلى المستويات وفي المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة. وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد هنأ بسشكيان بفوزه في الانتخابات، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات بين العراق وإيران. بعد مضي 14 عاما يعود حزب العمال البريطاني إلى الحكم في المملكة المتحدة محققا فوزا ساحقا على المحافظين في الانتخابات، وفاتحا أبواب تين داونينج ستريت أمام زعيمه الجديد كير ستارمر. حزب العمال البريطاني يصل إلى سدة الحكم بعد حصده أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية، منهيا بذلك 14 عاما متتالية من حكم المحافظين، وفاتحا أبواب تين داونينج ستريت أمام زعيمه كير ستارمر. ووفقا لنتيجة استطلاع لآراء المقترعين نشرتها قنوة تلفزيونية بريطانية، سيحصل حزب العمال على 410 مقاعد من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم، متقدما بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصتهم ب 131 مقعدا في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين، وتتوزع بقية المقاعد بين الأحزاب الأخرى والمستقلين. داخليا تخلى ستارمر القادم من طبقة عاملة عن تعهداته بإلغاء الرسوم الدراسية الجامعية وتأميم شركات الطاقة والمياه، في حين اتهمه بعض من يسار حزبه بخيانة الوفاء بالوعود. أما على صعيد السياسة الخارجية، من غير المرجح أن يجلب ستارمر مفاجآت، فحزبه ما يزال يفقد رؤية موحدة بشأن الموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة، ويريد ستارمر أن يظهر حازما في قضايا الهجرة وأن يتقرب من الاتحاد الأوروبي من دون الانضمام إليه. سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق اندلع بمعرض للأثاث وكوفي شوب وعدد من المحال التجارية في شارع الغدير وسط النجف. مديرية الدفاع المدني قالت في بيان إن الطوابق العليا من المحال المتضررة مشيدة بألواح الساندويتش بانل السريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة. بدوره طالب الدفاع المدني بفتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق ومحاسبة أصحاب المعرض المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
قال مدير إعلام الدفاع المدني في النجف علي تويج إن أكثر من 10 فرق إطفاء سيطرت على الحريق الذي التهم صالتين للأثاث والألعاب وسط النجف من دون تسجيل إصابات بشرية، فيما أشار شهود عيان إلى أن فرق الدفاع المدني اتخذت الإجراءات بعد الحصول على موافقات رسمية لدخول مكان الحادث، الأمر الذي تسبب في امتداد ألسنة النيران وانتقالها. تم السيطرة على الحادث داخل معرض الخيام والمحل الخاص بصالة العمليات عمليات الألعاب، وجهد الدفاع المدني أكثر من 10 فرق إطفاء شاركت بموقع الحادث بإسناد من إدارة العتبة العلوية الدوائر الخدمية والأمنية أيضا بإشراف السيد النائب الأول والأجهزة الأمنية المتواجدة. لم يسجل أي إصابات بشرية بموقع الحادث، تم السيطرة عليها بالكامل وعدم امتدادها إلى المحلات المجاورة. فأول ما بدأ قلنا لهم اكسروا الجام وطبوا، ما حد كسر، احنا واقفين نتباوع الحالة شلون جاي يصير. وقفوا هنا ماكو، قبت النار من ورا، بويا كسروا وطبوا يا معودين. زين خلص المي، انتظرنا لمن اجت سيارات، يلا الدور بدوا يطفون مرة ثانية. زين الهواء منا، زين خطية هذا ابو دردشة، صعدوا من فوق وطفوا، خلي شوية يطفون النار، ماكو ابد، كله منا مطفين ومنا جدر فريق الدفاع المدني، بس ما عالج الموقف بنفس اللحظة، كان يعني ينتظر ياخذ موافقات حتى يقتحم المكان، تأخر شوية، تعرف اليوم رياح عالية، فأول ما اقتحم المكان ظهر النار كانت مشتعلة جوا وصاير ضغط، أول ما انفتح المكان وبلشوا يريدون يطفون الطفاية واحدة طبعا بالمناسبة جتي كانت، فما لحقت عن الكم الهائل من النيران اللي بدأت تتحول من مكان إلى مكان. أكد مدير المستشفى البيطري في ذي قار محمد عزيز ليو تي في تسجيل 4 وفيات و26 إصابة بالحمى النصفية في المحافظة. وقال عزيز لمراسل يو تي في إن الإصابات انتشرت في مناطق متفرقة لكن معظمها بقضاء الشطرة، مبينا أن إجراءات البيطرة تتمثل بمحاصرة البؤر عبر 21 فرقة ميدانية ورش الحظائر بمواد معقمة وتبليغ السلطات الإدارية بمنع إدخال المواشي وإخراجها، إلى جانب توعية مربي الحيوانات والجزارين، فضلا عن المواطنين بضرورة التعامل الصحي مع المواشي واللحوم لمنع انتقال الأمراض. دجلة يبتلع عشرات المراهقين منذ بداية الصيف، هذا الملف بعد قليل. الهاربون من الحر إلى النهر دونت أسماؤهم في إحصائيات الطب العدلي التي وثقت غرق عشرات المراهقين في دجلة منذ بداية الصيف، رغم تحذيرات الشرطة النهرية من السباحة العشوائية ومخاطرها. حصلت يو تي في على إحصائية من الطب العدلي توثق غرق 33 شابا منذ بداية السنة في نهر دجلة بنينوى، وفيما حذرت الشرطة النهرية من السباحة في النهر يقول المواطنون أن المدينة تفتقر إلى أماكن مخصصة للسباحة على النهر، وطالبوا بتوفير هذه الأماكن لتجنب السباحة العشوائية. هربا من الحر إلى النهر ومنه إلى الموت، عشرات شباب يواجهون حتفهم بهذه الطريقة في نهر دجلة الذي يمر بالموصل. آخر الأرقام تتحدث عن تسجيل 3 حالات غرق في غضون 24 ساعة رغم قرار منع السباحة في النهر. هو هذا الشيء احنا من زمان ندعي عليه، ليش؟ لان بسبب حالة الغرق وقلة مثل ما يقول يعني ماكو رقابة هناك، يعني كثير سمعنا هاي السنة اللي فاتت كثير حالات غرق، يعني شباب بعمر الورد يروح بطيش. 33 حالة غرق سجلتها دائرة الطب العدلي في نينوى حتى منتصف العام الجاري، معظمها لمراهقين لا تتجاوز أعمارهم 16، فيما يطالب مواطنون بتكثيف الرقابة على ضفاف النهر لمنع نزول الأطفال والمراهقين لتلافي خسائر بشرية أكبر. أكيد لازم يبتعدون الناس عن الأماكن العميقة، يعني الجهات المعنية أنه تضيف يعني دوريات على ضفة النهر ويسوون يكثرون الدوريات.
ووفقا لشرطة النهرية في نينوى، فإن السباحة في النهر باتت خطيرة على مختلف الفئات العمرية نتيجة الأعشاب التي عادة ما تعيق الأشخاص أثناء سباحتهم، فضلا عن مقالع الحصى التي تسببت في حفر كبيرة داخل النهر، في وقت تواجه الشرطة النهرية تحديا بنقص الزوارق لتغطية طول مسار النهر في نينوى. قاسم زيدي، UTV، الموصل. أكثر من 30 حادثة غرق في أنهار ديالى منذ بداية الصيف، والشرطة النهرية تسير دورياتها لمنع السباحة في المناطق العميقة، بينما وجهت الشرطة نداءات للشباب بالابتعاد عن الأنهار حفاظا على حياتهم. انتشار للنجدة النهرية في ديالى وإجراءات لمنع السباحة العشوائية في الأنهر بعد ارتفاع كبير في حالات الغرق هذا الصيف. هروب الشباب إلى الأنهار بفعل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي زاد من معدلات ضحايا الغرق، حتى بلغ عدد من غرقوا منذ بداية الصيف أكثر من 30 شخصا، نحو 10 منهم انتشلتهم النجدة النهرية خلال الشهر الماضي، كما انتشل الأهالي بقية الضحايا. سجلت لدينا أكثر من 10 حالات غرق تم انتشالهم من قبل مفارز الشرطة النهرية، مما حدا بقيادتنا أيضا بعمل دوريات منتظمة في الأماكن اللي يفترض أن يكون بها بعض الشباب اللي يمارسون السباحة، من خلال تخصيص دوريات وغواصين بأعداد كافية للحد من هذه الظاهرة. نهر ديالى هو الأكثر خطورة وتسجيلا لحوادث الغرق نتيجة عمقه وسرعة مياهه، وهو ما دفع النجدة النهرية إلى منع سباحة الشباب غير المحترفين والأطفال في بعض المناطق التي يمر من خلالها، إذ يعد الغريق في عداد الأموات إذا لم ينقذ خلال 3 دقائق بحسب خبراء الغوص والإنقاذ. ننصح الأهالي لا يتركون أطفال يروحون بهذه الأماكن، أماكن غميجة وما يعرف يسبح هو يغرق به ويموت. 4 دقائق فارق الحيوان ينتهي. احنا ذا لحقنا له بهاي 3 دقائق ولقيناه وطمسنا وراه المنقذين مالنا يسوي له اسعافات اوليه ويسوي له تنفس اصطناعي ويرجع للحياه. اما بعد ذن الدقائق لا ينتهي. يموت بعد احنا نطلعه ميت. سجلت ديالى آخر حادث غرق قبل يومين لطفلة ووالدتها بعدما قفزت الأخيرة إلى نهر في بلدة كنعان شرقي يبعقوب لإنقاذها، كما تنتشر أكثر من 7 دوريات من الشرطة النهرية في أنهر المحافظة للحد من حالات الغرق. علي العنبقي، UTV، ديالى. حتى جهاز رافع القدرة لم تعد لديه القدرة على الرفع، ففي وسط يشكو المواطنون من تذبذب التيار الكهربائي وتفاوت شدته الفولتية التي تسبب أعطالا في الأجهزة الكهربائية وبالتالي فساد الأطعمة والمواد التي تحتاج إلى التبريد. ما تزال معظم المناطق في وسط تعاني من انعدام وصول الكهرباء بشكل منتظم إليها، فشبكات نقل الكهرباء في المحافظة تخرج عن الخدمة بين حين وآخر بسبب تهالك معظمها. تذبذب التيار الكهربائي واختلاف قوته بين حين وآخر أدى إلى زيادة عطل الأجهزة الكهربائية في المنازل والمحلات، ليزداد الطلب هنا على جهاز رافع القدرة الذي يضمن تيارا مستمرا، وبحسب التجار فحتى هذه الأجهزة لم تعد هي الأخرى تقاوم اختلاف شدة التيار. الآن الكهرباء حتى لو توفرت راح تجي فولتية قليلة، أنا من الناس اضطريت إلى أن أشتري 900,000 رافع قدرة بالرغم من أنا بمركز المدينة عايش وأدفع كل شهر من 300 إلى 350,000 إجور الكهرباء. ما تشغل الآن لا تبالدة تشتغل عندنا ولا أجهزة تبريد، حتى الأضوية أيضا تهفت وتصعد بسبب تذبذب الفولتية. الحكومة المحلية في واسط بررت هذه المشكلة بالتوسع السكاني الاستثنائي الذي لا يلائم عدد المحولات الكهربائية في مركز المدينة، فضلا عن ضائعات الكهرباء بسبب بعد بعض المحلات والبيوت الجديدة عن محولات المنطقة. الإعداد السكاني والتوسع الأفقي الكثير في البنى التحتية وتوزيع القطع وبناء المواطنين في محافظة واسط يحتاج هذا كذلك تكملة البنى التحتية بالكهرباء وإيصال التيار الكهربائي.
في محاولة لتخفيف الزخم على المحولات نصبت شبكات مساعدة في بعض المناطق شديدة الكثافة السكانية، إلا أن ذلك ولد مشكلة أخرى، وهي أن عطل واحدة من المحولات يسبب انقطاعا في الكهرباء عن مناطق كبيرة. من واسط حمد الأسدي، UTV. بجهود ذاتية قرر مجموعة من شباب كركوك تحويل قطعة أرض كبيرة إلى متنزه ومساحات خضراء بعد إن كانت مكبا للنفايات ومرتعا للكلاب السائبة. من أرض جرداء ومكب للنفايات إلى متنزه كبير يستقبل العوائل ليلا للتنزه والترفيه وبإمكانيات بسيطة وبجهود مجموعة من الشباب. استغل مجموعة من الشباب هذه الأرض التي تقع وسط كركوك بعد أن أصبحت مكب نفايات ومقرا لتجمع الكلاب السائبة وحوله إلى متنزه كبير يضم أقساما عدة تقدم خدماتها للزائرين من مختلف المناطق. حقيقة بالبداية نحن كمديرية بلدية كركوك نشكر ونثمن عاليا دور جهود المواطنين في تقديم الدعم لمديرية بلدية كركوك، وخاصة في مثل هذه الأجواء الحارة التي تشهدها مدينة كركوك، حيث أن بعض المواطنين ممن يقومون بدعم هذه الجهود من خلال دعم ومساندة عمال شعبة الحدائق، من خلال تنظيف الحدائق ومن خلال سقي الحدائق، وهذه المبادرات حقيقة نحن كبلدية كركوك ندعم ونشجع ونحفز المواطنين على هذه المبادرات. ينقسم هذا المتنزه إلى عدة أقسام، منها الخاصة بالأطفال والعوائل والشباب وحتى كبار السن، ويحتوي أيضا على جلسات عربية تحاكي تاريخ هذه المدينة التي يشترك في سكنها جميع المكونات العراقية. مجموعة الشباب حابين نحول هاي المكان اللي كان عبارة عن نفايات، مكان متروك جدا، حولناه إلى هذا المتنزه، الحديقة الجميلة اللي نالت إعجاب جميع عوائل كركوك، والحمد لله شفنا نجاح جدا قوي وإقبال جدا قوي، وعندنا بعض الأفكار ضفناها أيضا، مثل فتحنا بازار ندعم كوادر النسائية العمل اليدوي، وعندنا فكرة أخرى أيضا نفتح إن شاء الله مكتب. فشي بسيط. لا يقتصر هذا المكان على التنزه فحسب، بل افتتح في داخله بازار للأعمال اليدوية لدعم الكوادر النسائية كخطوة لتشجيع النساء على عرض أعمالهن للمتنزهين. تظهر هذه الخطوة دور الشباب في مدينة كركوك وفي الوقت ذاته تنبه على أهمية وجود المساحات الخضراء في حياة العراقيين. من كركوك عمار حامد، UTV. مكتبة السماوة المركزية متنفس الأطفال وعوائلهم الوحيد للترفيه الثقافي في المحافظة. تعلم الرسم واللعب وفتح نقاشات توعوية بخصوص التغير المناخي والبيئة، نشاطات يحبها الحضور ويأتون من أجلها كل أسبوع. مساحة مفتوحة للأطفال داخل أروقة مكتبة السماوة المركزية لتطوير وتنمية موهبة الرسم لديهم. فعاليات مختلفة تقيمها المكتبة كل جمعة، يشارك فيها أصحاب المكتبات الخاصة والرسامون وأصحاب الأعمال اليدوية لعرض نتاجاتهم أمام الزائرين، حيث تشهد المكتبة حضورا لافتا من الأهالي للإطلاع على الأنشطة المختلفة. نشوف اكو توافد من الناس، بحيث يعني الناس كانت فرحانه جدا، سواء كانوا كبار صغار، اكاديميين غير اكاديميين، خصوصا ان احنا سوينا برنامج اسبوعي ثقافي. هذا البرنامج الاسبوعي الثقافي يكون مختلف عن بقيه الفعاليات اللي تصير بالمؤسسات الاكاديميه او الغير اكاديميه، يعني مثلا خليته منوع، خليته يكون حول المجتمع، حول البيئه، حول الصحه النفسيه، حول العقائد، حول المذاهب، حول الرسم أو أعمال اليدوية. تضم الفعاليات والأنشطة ندوات نقاشية مختلفة، من بينها الحديث عن البيئة والتغيرات المناخية وكيف أثرت على الحياة والإنسان في البلاد، وضرورة الاهتمام بالتشجير والحدائق العامة والمنزلية.
نأكد على الاهتمام بالحدائق المنزلية والتجير أمام المنزل كدرع يحمينا المنزل من الإجهاد الحراري، وأيضا نكون مساهمين وفعالين بالمجتمع ومساندين لدوائر البلدية لإنجاح عمليات التجير اللي دعت لها مؤخرا الحكومة العراقية. رغم عدم افتتاحها رسميا وعدم تجهيزها بالأثاث والكتب، إلا ما قامت بعض المكتبات والأدباء والمثقفين بالتبرع به لها، فإن المكتبة المركزية تشهد فعاليات وأنشطة مختلفة وتوافدا كبيرا من الأهالي. من المثنى خليل بركات، يو تي في. بجهود ذاتية وعزيمة وإصرار، استطاع المعلم البصري الكفيف عصمت عبد الحافظ خلال فترة قصيرة من تحويل المنهج الدراسي للمرحلة الابتدائية إلى طريقة برايل وتوزيعها بالمجان على معاهد المكفوفين في العراق. عصمت عبد الحافظ معلم عراقي كفيف أخذ على عاتقه طبع المناهج الدراسية بلغة برايل لتلاميذ مدارس المكفوفين، وتلك طريقة كتابة تعتمد على لمس نقاط بارزة يتعرف عليها الكفيف بمجرد تمرير إصبعه عليها. بدأنا نهتم بموضوع طباعة المناهج الدراسية بطريقة برايل الخاصة بالمكفوفين، هذه للطلاب المكفوفين، لأن وزارة التربية ما تطبع المناهج الدراسية للطلاب المكفوفين بطريقة برايل، وكأنه طلاب المكفوفين ليسوا جزءا من طلاب العراق. وقرر عبد الحافظ المعلم بمعهد النور للمكفوفين في البصرة بعام 2019 نسخ المناهج المتوافرة على شبكة الإنترنت بطريقة PDF وتحويلها يدويا إلى صيغة وورد ليتمكن من طباعتها على جهاز اشتراه خصيصا لذلك. أهيئ الكتب بصيغة الوورد ونطبعها، هو الصعوبة الأكثر بتهيئة المنهج بصيغة الوورد، يعني ما ممكن نحول المنهج، مناهج وزارة التربية موجودة على موقع مديرية المناهج بصيغة PDF، فأنا أجيبها ونحولها إلى صيغة الوورد، لكن ما نحولها عن طريق البرامج، برامج بالحاسوب تحول، هذه ما تكفي ما تخدم، لأن هذه ما تحول مضبوط الملف، فإحنا نكتبها كتابة، يعني نكتبها حرف حرف، أنا اشتغلت بإيدي منهج المرحلة الابتدائية، لكن يعني تعبت إيدي من العمل. استطاع عبد الحافظ خلال فترة قصيرة تحويل المنهج الدراسي للمرحلة الابتدائية لطريقة برايل وتوزيعها على معاهد ومدارس المكفوفين وطلابها في البصرة وذقار والموصل وبغداد وبابل ومحافظات أخرى. هدفي أنه أطبع كتب أخرى ثقافية أدبية، لأنه الأشخاص يحتاجون أن يقرؤون، ليس فقط المناهج الدراسية، وهذا واجب الدولة أنا دائما أقول، لأنه أنت كشخص ما ممكن تغطي كل الأماكن بالعراق. وفيما يعاهد البصري الكفيف نفسه على متابعة عمله، حيث يسعى إلى طباعة كتب ثقافية وأدبية بطريقة برايل، يطالب الحكومة بإعطاء مزيد من الاهتمام للمكفوفين باعتبارهم جزءا من العراق وأبنائه، ومن المفترض أن توفر لهم المناهج والكتب. من يو تي في كانت هذه جولتنا الإخبارية، إلى اللقاء.